حصدت مصر ذهبيتين في مسابقة World Invention Creativity Contest بكوريا الجنوبية. حصل عليها الطالب أحمد أسامة بالصف الثاني الإعدادي بإدارة الساحل بمحافظة القاهرة، والذي ابتكر جهاز لعلاج مرض دوالي الساقين. والطالبة سارة سعد الصف الثالث الثانوي بمحافظة القاهرة عن مشروع لإنتاج الطاقة بنظام جديد بدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية. هذه المسابقة كانت مسابقة للاختراع والإبداع، وقد أجريت في الفترة من 28 من شهر يوليو وحتى 30 من شهر يوليو من العام 2017، حيث كان يتم التسابق في هذه المسابقة على 5 مجالات: العمارة، البيئة والأحياء، الكهرباء، الإلكترونيات والكمبيوتر، والتعليم والصحة والطب. وهناك نوعان من المشاركين: طلاب وشركات أو مؤسسات. والتحكيم يتم من خلال عدة معايير، وهي الإبداع في الفكرة، والتجديد في التكنولوجيا والأصالة، والتجارب، وقابلية التطبيق، ومهارة العرض. يعني فقرتنا الأخيرة وحبنا لاسم البرنامج مصر جميلة مش جاي من فراغ والله العظيم، لأنه لما تسمعوا الشباب اللي كان موجود وتسمعوا واحد كل همه في الدنيا إن هو يبرز ثقافة بلده ويوثقها عبر الفيديوهات، والنهاردة بنتكلم على جيل ونشأ جديد، زي ما بنقول دايما إنه ليه الدول المتقدمة هي راحت بعيد عننا بعشرات السنين، عشان خاطر البشر او النموذج البشري اللي فيها هو نوع من انواع الاهتمام، بيعملوا لهم مدن علميه، بيعملوا لهم فصول متخصصه، بيهتموا بيهم، بيصرفوا كتير على المعامل والبحث العلمي، ده اللي بنتمناه. احنا بنفكر في الاكل والشرب، ده حاجه عظيمه جدا، بنفكر ان احنا ننمي ونطور من مهاراتنا ومن نفسنا، ده اعظم. لكن الاهم اللي هيقودوا بقى او اللي بيقودوا الامم هي الافكار وهي العقول. محدش قال ابدا انه فكره الاقتصاد او البيزنس، لانه حتى الارقام الخياليه اللي بنسمعها من الشركات اللي موجوده على البراندات الكبيره هي اصحابها صاحب فكره اهتم بيها طورها في سن صغير، ممكن يدينا فكره عبقريه كتير جدا حصلت على مستوى وتاريخ البحث العلمي في العالم كله. النهارده معانا نموذج من هذه النماذج الحقيقه، الطالب احمد اسامه، هو في تاني اعدادي، وأحمد فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة علمية على مستوى العالم بكوريا الجنوبية، وعن اختراعه هنسمع الاختراع ده عن دوالي الساقين، نفهم أكتر من ضيفي وضيف حضراتكم. أهلا بيك يا أحمد، منور مصر جميلة. خليك. أول حاجة أنا كنت حابب أعرف نفسي، أنا اسمي أحمد أسامة محمد منظور، عندي 14 سنة، مدرسة طارق من زيد الرسمية للغات. الحكاية بدأت معايا ان انا بدأت اخش في ورش عمل مع دكتورة اللي هي كانت معايا في كوريا الجنوبية، دكتور هبة محمود، اوجه لها كل الشكر تعب اللي تعبته معانا يعني. طب دي حاجة. الحاجة التانية لما دخلت الورش معاها بدأت تعمل لنا انا همشي ازاي، وايه اصلا بحث علمي، وايه الاساس اللي انا ببني عليه مشروعي، وانا ازاي هكمل بعد كده لوحدي. وبعد ما كنا مخلص الورش دي، المفروض بيبقى كان في مسابقه عباره عن 3 مراحل، اخر مرحله انا عديت ال3 مراحل دول، وصلت لاخر مرحله. المسابقه دي كانت عباره عن ايه؟ هي اسمها انتل ايسيف، دي مسابقه على مستوى العالم. تمام. انا وصلت المرحله الاخيره بس ما عرفتش اسافر بسبب سني. دي كانت اسئله مثلا وانت بتجاوبها ولا محكمين؟ محكمين. اوكي، انت تقدر يقولوا انت هتتاهل ولا لا، يعني نقدر نأهلك للفترة. المادة العلمية اللي كانوا بيسألوك فيها كانت مواد علمية ولا كان ايه؟ بيحكموا ايه بالظبط؟ دكاترة، هم دكاترة متخصصين في المجال بتاعي. بتاعك انت بالظبط، في الاختراع اللي انت اخترعته بالظبط، اللي هو هندسة طبية، ميديكال انجينيرنج يعني. هي دي اللي كانوا ماشيين على اساسه يعني. دي حاجة. بعد كده بدأت انا اكمل لوحدي او امشي يعني، ابدأ اكمل واطور في الجهاز اكتر. بدأت بعد كده ان انا ابدأ بجهاز صغير،
هي اصلا الفكره دي جت لي ازاي؟ اول يعني عايز امهد الموضوع اكتر، اللي انا عملت جهاز قبل ده. كان المفروض ان هو بجهاز بينقذ السفن من الغرق. بينقذ السفن من الغرق؟ ازاي؟ كنت كان عباره عن شبكات شفط في السفينه كلها. عند حدوث اي ثقب في مكان في السفينه، الشبكات اللي في المنطقه دي تبدا تشتغل على انها تسحب الميه دي بسرعه كبيره جدا وتوديها لاعمق مكان في السفينه، وبعد كده موتور الرفع يطلعها بره السفينه. دي كانت فكره الجهاز انقاذ السفن. جميل. اترتبت على ده ان انا ابدا اسحب التجلطات الدمويه او التجمعات الدمويه اللي هي كانت فين؟ في الوريد. في الوريد نفسه. انت بالزبط. معلش واحده احمد عشان افهم منك. يعني ده بالتاكيد محتاج دراسه تشريحيه للجسم. اكيد عشان طبعا. تبقى عارف ازاي هتسحب التجلطات دي. تمام. دي بس درستها؟ هقول لحضرتك كل حاجه دلوقتي. قول. تاني حاجه، انا كان والدي مريض بالمرض ده اصلا. ده والي الثقيل. بالظبط. فانا كنت عايز اعالجه بمعنى اصح، او اعمل حاجه اللي انا اعالج المرض ده. وبعدين المرض ده ليه اعداد كبيره جدا مصابه بيه، حتى في اسيا 160 مليون مصاب بالمرض ده. دخلت عملت بحث على مصابين المرض ده. كل حاجه. هي اصلا الدوالي دي بتيجي ازاي؟ القلب يضخ الدم لجميع الجسم، صح؟ الدم ده وهو راجع تاني للقلب يعدي حاجه اسمها فين، الوريد. الوريد ده بيبقى مزود بحاجه اسمها صمامات. الصمامات دي عامله زي البوابات كده، بتفتح وتقفل بهدف ان الدم اللي طالع فوق للقلب ما ينزلش تحت تاني. تمام. مع الوقفه الكتير والسبنه وضعف ضربات القلب، تمام، والعمر الكبير او الايدج يعني، تمام، بيبدا الوريد ده يوسع يمتد. الصمامات دي تبدا تبعد عن بعض، تمام، فالدم اللي كان بيطلع لفوق يبدا ينزل لتحت. هي دي الدوالي. فبيتمركز، فبنشوف العروق الخضراء اللي هي موجوده في الثقيل. مظبوط كده. تمام. طيب انا ازاي بقى بعالج المرض ده؟ بتعالج اول حاجه انا عملت نظام بيمشي عليه الدكتور، اللي هو ايه؟ اول حاجه بيعملها الدكتور ان هو بيربط رباط ضغط عند اول الفخذ، ان هو بيقلل ضغط الدم اللي جاي من القلب للساق. ده واحد. اتنين، باجي عند المنطقه المصابه بالدوالي دي وابدا اسحب منها الدم او التجمعات الدمويه دي. ازاي بتسحبها؟ هقول لحضرتك برضه ازاي هو شغال في الاخر. تاني حاجة، بعد ما اسحب التجمعات الدموية دي بيبدأ الوريق الصمام يرجع يتحرك تاني، لأن التجمعات الدموية دي كانت عاملة زي الكتل. ما بتخليش الصمام، ما بيقدرش يسحبها. ما بيقدرش يتحرك. يعني هو بيتحرك، المفروض ان هو بيقفل كده ويفتح كده. تمام. اما انا كنت التجلطات الدمويه دي كانت موجوده، كان هو ما يعرفش يعمل الحركه دي. تمام. فلما سحبتها بدا يرجع تاني. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان انا بدات احقن ماده اسمها فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي. دي ماده انت اللي اخترعتها؟ لا مش اخترعتها. هي موجوده. دي موجوده. دي موجوده. دي مجموعه فيتامينات. انت اللي انت توصلت ليهم ازاي عشان يعملوا ايه؟ انا هقول لحضراتكم فايدتهم ايه. اولا فايدتهم ان هم بيرجعوا شكل الجدار اللي هو المنبعج، اللي هو المكسور، للنورمال بتاعه. كويس. تمام. اللي هو شكل الطبيعي يعني. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فيتامين اي بيفرز ماده اسمها الكولاجين. ماشي. دلوقتي انا لما رحت للدكتور قال لي مش دي مشكله، المشكله ان الصمامات دي بعدت عن يعني بعدت عن بعض اصلا. دي نقطه. فانا قلت برضو يعني كملت وعملت حاجه، عرفت ان فيتامين اي بيفرز ماده اسمها كولاجين. الكولاجين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده جيلاتينيه بتفرز في الجسم اصلا، يعني ماده طبيعيه 100%. كانت فكرتي في الاول ان انا بقفل الوريد ده بالكولاجين ده. دي حاجه. فيجي الدم يخش ما يلاقيش مكان كويس، او يلاقيه مقفول فيروح لافف ويروح لوريد تاني. كويس. بس دي نفس فكره الطرق الموجوده دلوقتي، فهي مش حاجه جديده. يعني دي مش حاجه جديده، لان الليزر اللي هو موجود حاليا شغال بنفس الطريقه دي. ان هو بيقفل الوريد فيجي الدم يخش ما لاقيش مكان، وهكذا الطرق الجراحيه. العلاج الطبيعي ويبتدي يعالج بقى في العروق دي. بالظبط. ان هو يحقنها بكولاجين، يبدا بقى يرجعها بالليزر. أيوه. لطبيعتها مره لا تانية. لا مش لطبيعتها، هو الليزر بيعرض حراره للوريد. فالوريد ده بدل ما هو شكله كده يقفل زي الكولاجين. انا حطيت كولاجين في النص هنا، فيجي الدم يخش لاقي الكولاجين مش هيعرف يخش، راح لافف وراح لوريد تاني. اللي انت بتقوله ده كله كان محتاج معمل وانك انت تدرس اكتر. يعني طبعا. عملت ايه وبدات ازاي؟ اكمل بس الفكره. تمام. بعد كده بدات تطور الفكره اكتر، ان انا احقن الكولاجين ده في طبقه من طبقات الصمام نفسه، مش الجدار. تمام. اللي انا اما احقن الكولاجين في طبقه اسمها بازمن ممبرين، يبدا الفالف اللي هو الصمام يعني يبدا من الشكل ده للشكل ده. كويس. وانا كده رجعت لطبيعته تاني اللي ربنا كان خالقها بيه. يعني انا كده صلحت الوريد من كل النواحي.
عملتوا تجارب على اللي انت بتقوله؟ عملت حاجه اسمها سيميليشن، محاكاه. محاكاه. المحاكاه ده يعني بتعمل للطبيعه، يعني زي اكني بجرب على الحقيقه بالظبط. احكي لي على الميداليه دي. والله انا تعبت جدا يعني عشان اوصل لها. اول حاجه كان بفضل ربنا ووالدي ووالدتي والدكتوره بتاعتي، كل الناس اللي ساعدتني من دكاتره واساتذه وكل حاجه. بدات اقول لحضرتك بدات ازاي. هي الفكره اللي انا بدات اطور في الجهاز بتاعي، بدل ما هو كان شكله الصغير ده بدات اصنع على شكل كبير احسن في شركه محترمه. انا اول حاجه ان انا كنت شغال على الكهرباء اللي جوه كلها في الجهاز. كويس. في مكنه هي اللي بتطبع الجهاز من شكله من بره، دي كانت اول حاجه. بعد كده ببدا انا اشتري الكومبوننتس واحطها جوه في الجهاز واوصلها وبرمجها. انا اولا استفدت ازاي برمج الجهاز ده وازاي اتعامل مع الالكترونيات اللي جواه، واستفدت حاجات كتير تانية يعني، وازاي برمج الشاشه وازاي برمج الاردوينو والبريد بورد كل الكلام ده. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد ما خلصت الجهاز بدات انا اطور في المشروع من ناحيه انا، يعني ازاي انا اتكلم بالانجليش كويس. ما كنت بره، اما كنت بره كنت لازم اتكلم اتدرب بالعربي. طبعا. كنت بتعلمه هنا بالعربي اقعد اشرحه قدام الناس. لازم اتدرب عليه انجليش كويس. تشرح ده نفس الكفاءه باللغه. باللغه بالظبط. وذاكرت ذاكرت انا انجليزي يعني ومحترف بالظبط. ما نمت يعني. انا ما نمتش ورحت لحد ما رحت المسابقه. كنت واقف تحكيم الجهاز بتاعي موجود، الكتاب اللي انا تعبت فيه اللي هو الكتاب ده عباره عن زي ملخص المرض وملخص جهاز في حاجه واحده. الاحصائيات يعني ايه دوالي يعني، ويعني ايه برضو مشروع التفاصيل. كمان بتكلم دكاتره اصحاب علم بالظبط عشان يناقشوك في التفاصيل حتى الفنيه والطبيه يعني. اكيد طبعا. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه انا برضو كنت لما روحت المعرض مش عارف اتكلم انجليش كويس. فما جالي بدا يجي لي ناس. فما جالي واحد ورا واحد بقيت كويس جدا. بقيت كويس في اللغه طبعا. فما جالي محاكم بقتش كان يعني كنت بقول معاه مظبوط. المنافسين اللي كانوا معاك تقريبا كان اكتر 200 واحد. اكتر من 200 واحد. ومشروعك انت اللي اخد الميداليه الذهبيه في بالظبط على مستوى العالم في ميديكال انجينيرنج. دايما في الايفنتات العالميه دي بيجي كده عروض، محدش كلمك، محدش قال لك احنا عايزين نساعدك؟ لا بصراحه لا. مين كان بيساعدك يعني؟ كان اللي بيساعدني يعني طبعا الاول ربنا ووالدي ووالدتي والمستر ودكتور هبه. دكتور هبه محمود اللي كانت معايا في السفر اللي تعبت معايا سهرت معانا لحد تاني يوم المعرض. دي كانت حاجه يعني. واحب اشكر المستر بتاعي اللي هو ساعدني هنا، كان معايا في مصر وبيبحث معايا في كل حاجه. ما شاء الله عليك. مستر احمد ندى يعني. دكتور سامح منظور ربنا يخليك. مين اللي صرف عليك في الجزئيه دي يعني؟ مين اللي سفرك؟ مين اللي عرفك انه في مسابقه عالميه تقدر تخشها؟ تمام. انا كنت يعني كنت احب اوجه كل الشكر والتقدير واحترامي لشركه حديد المصريين. من غير اسامي من فضلك. تمام. يعني تبنوا شركه بالزبط. مؤسسه هي اللي تبنت بالزبط. نعم. اللي هو استاذ احمد ابو هشيم. تاني برضو. لا الشكر بيبقى لازم لكل واحد فعلا ساعدني بحاجه. ايه هم يعني بكلامك ما اقدرش انكر ده بكلامك يا احمد، هم يستحقوا ان احنا نشكرهم بالاسم، لانه المؤسسات عليها دور عمل مجتمعي واجتماعي مهم جدا في تنميه مجتمعهم، انه يستغل هذه العقول وان هو يقدر ان هو يبني هذه العقول ويخرجها بره ويتعلموا ويرجعوا بلدنا عشان يفيدونا. اكيد. تمام. احمد طموحك ايه وعايز توصل لفين انت؟ المرحله السنيه بتاعتك دي عندك مثلا مليون فكره ومليون أكيد. هدف انت عايز توصل له، قول لي كده مجموعه اهداف. انا دلوقتي بطور اكتر على الجهاز بتاعي والشكل عموما تاني، واعيد كتاب التقارير من اول وجديد بس يبقى احسن ما فيهوش غلطات زي الاول. يعني انا المسابقه دي كانت بتعلمني انا هعمل ايه تاني بعد كده وايه الغلطات اللي انا غلطتها قبل كده. دي كانت حاجه. الحاجه التانيه ان الجهاز ده ما يتطور يقدر يعالج كمان 3 امراض. تمام. يقدر يعالج كمان 3 امراض يعني، هو مش بيعالج 3 امراض. اللي هم اول حاجه اللي انا شغال عليها دلوقتي حاليا الصفرة. دي حاجه. الحاجه الثانيه الايه؟ الصفرة. الصفرة. ودوالي المريء ولوكيميا السرطان اللي هو سرطان الدم. دي الحاجات اللي انا شغال عليها دلوقتي ما شاء الله. احنا عندنا في المستقبل عبقري، ونتمنى انه الافكار بتاعته والاجهزه اللي بيخترعها
تفيد البشرية كلها مش تفيدنا بس في مصر. وعشان كده دايما بنقول انه هتفضل بإذن الله مصر جميلة بهذه النماذج المشرفة اللي بتكون دايما معانا في هذا البرنامج. انا بشكرك يا احمد، الله يخليك، كل التوفيق ليك، وبشكر كل اللي ساعدك سواء الوالد او الوالدة. وبعدين الفكرة في مدرس بيحتوي، بيفهم، بيتواصل مع الطالب، فبيطلع نموذج زي احمد اسامة. شكرا جزيلا ليك يا احمد، كل التوفيق ليك. تسلم. انا سعيد بالحلقة دي وبشكركم، ودايما طول ما احنا عايشين فيه امل، خليكم عايشين بالتفاؤل والامل. بكرة إن شاء الله أسرة جديدة من مصر جميلة.